بسم الله الرحمن الرحيم. معنا لاب توشيبا. اللاب ده عليه أكتر من احترام من التراب، مش واضح مركزه أوي، لكن مشكلته إنه واضح باور. لما بركب الباور سبلاي بطلعه على 19 بحطه في الشاحن، مفيش أي رد فعل خالص ولا أي تغيير خالص. هنفتحه ونشوفه مع بعض بإذن الله تعالى. المشكلة فين؟ ده طلع معايا اهو، حتى ليه البورتات بتاعته واضح ان في مكتوب عليه اهو.
الكورية الكورسية اللي عملتها ده وعلى بتشتغل الموصل ده في يسار يمكن يكون شغال فعلا على تيك توك طبيعي أو عادي يعني. اللي وطلع صورة في هنا طلع على الشاشة اهي، هبتدي ارجع بقى اركبه في البازر بورد ونشوف هنا كده عامل قفل حبة حبة كده. ممكن تكون السوائل اللي انا شفتها وتنضيف من هنا ممكن لا الشركة بدور عشان ما اقدر اعترض الشركة بتاعتي.
طلع صورة زي ما انت شايفين اهوت. بدأ يحمل نسخة ويندوز. لو خلصت لوبي بعض الخرائط الروحة ضربة كانت الروحة حلمية. احنا كده مهمتنا خلصت ومواقع باور واشتغل. افتح ويندوز بقى ما افتحش لي مشكله ثانيه. وان كان في الطبيعي هو بيفتح وان كانت نسخه مش نظيفه بس هو شغال. طبعا بيفتح نسخه الويندوز اهوت. وصلت شغال زي تمام والدنيا زي الفل. وبدأ إيه تعرف على السيرفرات اللي كانت شغالة زي الكيبورد. الواي فاي شغال تمام كده. احنا معانا كده مع كل شكرا.